التي يقتضيها الوضع وفقا للمصدر ذاتها. كما اعتبرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها اليوم طمس صورة منارة جامع الجزائر على الصفحة الأولى من جريدة الوطن اعتداء صارخا على ذاكرة الشعب الجزائري وانتهاكا صريحا لقوانين الجمهورية. وذكر البيان في سياق ذي صلة أن جامع الجزائر هو صرح ديني ومعلم ثقافي وعلمي وحضاري يؤرخ لجزائر الاستقلال ويقدم رسالة وفاء للشهداء برمزية تاريخية وثقافية دينية تؤسس لتاريخ ومستقبل الشعب الجزائري.